لو انت بتحب التمثيل ومن هواة ونفسك تبقى ممثل، من كام يوم تصدر برنامج كاستنج لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل الترند على منصات السوشيال ميديا. برنامج بيقدمه قطاع البرامج في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والحقيقة احنا قدام مشروع كبير قوي هيقدر انه يصنع من خلاله قوة ناعمة مليانة طاقة، دم جديد من الممثلين والممثلات الشباب الموهوبين في المجال ده. كان ناس كتير قوي 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 نفسها تدخل المجال لكن مش عارفه تبتدي منين يا شاذلي. صحيح، دي فرصه طبعا كويسه جدا هذا المشروع. عايزين نتكلم عن هذا المشروع بالتفصيل. معانا على التليفون الناقد الفني ورئيس قسم الفن بجريده اليوم السابع الاستاذ علي الكاشوتي. استاذ علي صباح الخير. صبح الخير عليك. صباح الفل، اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. بنتكلم طبعا عن مشروع مهم جدا، مشروع فني متميز زي مشروع كاستنج. كانت لسه بسنت بتتكلم انه فعلا في ناس كتيره جدا وفي مواهب شابه كتير جدا، سواء حتى اطفال او شباب نفسهم يدخلوا هذا المجال لكن ما كانوش عارفين الطريق. اهميه هذا البرنامج في اكتشاف المواهب. الحقيقه طبعا البرنامج بيلعب دور مهم جدا جدا في اكتشاف المواهب، وبيسهل على المواهب الشابه والجديده طريق طويل. اعتقد ان هو اغلبه كله عقبات، لان هو بيبقى في اقبال كبير جدا على اي فرصه فيها اكتشاف للموهبه. فلما يكون في جهه بتحتضن المواهب وهي اللي بتطلب منهم ان هم يشاركوا، بتسهل لهم كل حاجه وبتفتح لهم الباب ان هم يتعاونوا مع كبار المدربين وكبار المخرجين، ويبقى في اضواء ومكياج وملابس، وتوفر كل الامكانيات اللي تخلي الموهبه دي تتعلم وتكبر وتثقل موهبتها. فده شيء عظيم جدا. يعني احنا شفنا على مدار السنوات اللي فاتت تجارب كتيره، ويمكن في تجارب ناجحه لبرامج مهمه خرجت لنا مثلا على سبيل المثال مجموعه من اهم مطربي الفتره الحاليه، برنامج استوديو الفن مثلا، وغيرها من برامج الدول العربيه. حاليا احنا عندنا برنامج كاستنج بكل امكانيات الشركه المتحده اللي دايما بتبقى حريصه ان المواهب الشابه والقوه الناعمه المصريه تبقى في افضل حال وتدعم بشكل كبير. وشفنا ده على مستوى مواسم دراميه وعلى مستوى منصه واتشت، بان هم بيمنحوهم او بيمنحوا الشباب فرص لبطولات ما كانوش هيقدروا ان هم يوصلوها الا بدعم الشركه. التمثيل عامة في مسارح الجامعة بيبقى طلبة كتير قوي بتنضم لمسارح الجامعة دي، ومن ضمن الجامعات في جامعات كتيرة خاصة ودولية. اللذيذ في الموضوع اني سمعت انه ممكن اللي يمثل لو حابب يمثل بلغات مختلفة ده كمان متاح. الحقيقة دايما انا يعني بشوف ان الشركة المتحدة دايما بتركز في التفاصيل، دايما بتبقى شايفه الصوره كامله اللي ممكن البعض ما يبقاش واخد باله منها. يعني ان انت تفتح المجال للمواهب الشابه وتديهم الامكانيات دي وتدوري كمان على مميزاتهم هم بيقدروا يمثلوا بانه طريقه او بيقدروا او موهبتهم يعني ايه اللي بيميزها، فده في حد ذاته انجاز كبير ودعم كبير للمواهب الحقيقه. واحنا شفنا مثلا في البرنامج اجيال كتير، مش بس شباب صغير، لا حتى كمان لو في فئات عمريه اكبر عندها الموهبه وعندها الشغف وعندها الحب لهذه المهنه او للفنون عموما، المجال مفتوح. امبارح كان معاهم المخرج الكبير يسري نصر الله. فاذا انت بتفتح لهم المجال وبتدربيهم وبتخليهم يلتقوا بخبرات كبيرة جدا في هذا المجال، ودي فرص مش هتتوفر لهم في أي مكان تاني أعتقد. صحيح، وده بيدي ثقل كمان للبرنامج يا أستاذ علي طبعا وجود هذه القامات الكبيرة في وسط الشباب والمتدربين والشباب الجديدة والوجوه الجديدة في عالم التمثيل. لكن خلينا نبص الموضوع برضو من زاوية تانية. يعني أوقات كنا، وانت يمكن عديت عليها سريعا كده، كنا بنشوف بعض الممثلين بيظهروا مرة واحدة مؤخرا في مراحل عمرية كبيرة، بنلاقي فنان ظهر وهو عنده 50 سنة 60 سنة. طب كان فين طول الفترة اللي فاتت؟ فأهمية هذا البرنامج
في اكتشاف المواهب. والحقيقة أن مصر مليانة بالإبداع يعني في كل المجالات وفي التمثيل طبعا، يعني احنا بنقود ثورة في هذا المجال من زمان. الحقيقة أن احنا يعني أكثر ما يميز المصريين هو قوتهم النعمة وقدرتهم على الإبداع في مجال الفنون، والحقيقة مش بس في التمثيل، كمان في كل الفروع، سواء الإخراج، التصوير، المونتاج، المكساج، المزيكا، الغنى، الشعر. احنا يعني مصر الحقيقة أعتقد أن هي أكبر مصنع لتقديم المنتجات الموهوبة البشرية يعني في المنطقة كلها. يعني احنا اللي بنصدر الفن، واحنا اللي بنصدر الثقافة والإبداع في كل مكان. والحقيقة دي يعني هبة من عند ربنا، وإحنا بنقول دايما إن مصر ولادة، والناس بتتخيل إن إحنا إن الكلمة يعني إحنا اعتدناها بمعناها ومفهومها، لكن هي الحقيقة إن هو فعلا مصر ولادة. يعني لما بنشوف المواهب الشابة في مركز الإبداع مع خالد جلال، لما بنشوف المواهب الموجودة في برنامج كاستنج، لما بنشوف المواهب الجديدة اللي بتدعمها الشركة المتحدة في المسلسلات والمواسم الرمضانية وغيره، بتطمن ان هو لأ احنا الحمد لله يعني مستقبل القوى الناعمة كمان ملامحه واضحة، وحاجات تطمنك ان هو انت عندك اجيال بتسلم اجيال، اجيال بتسلم اجيال. والحقيقة ان مستوى المواهب اللي احنا بنشوفه في مصر حاجة مشرفة جدا. طب الفترة اللي جاية متوقع يعني هل هيبقى في فوتنج على او تصويت على المواهب دي؟ في كوتشز او مين الممثلين اللي هيقوموا بتدريب المواهب دي في الفترة اللي جاية؟ اكيد المسابقة هتبقى هتحتد يعني في الايام اللي جاية والاسابيع اللي جاية. عندك اي تخيل ايه اللي هيبقى بيحصل؟ شوف، هو المفترض ان هم ان شاء الله المواهب دول بعد ما يتم مش تصفيتهم بقى، بعد ما يتم اختيار افضل العناصر، هيبقى في مسلسل هم بيشاركوا فيه من بطولتهم. فدي فرصه يعني عظيمه، حلوه قوي، انت تلاقي جهه بتحتضنك وبتدربك وتعلمك بطوله مره واحده. يعني اللي هيتخرجوا او اللي هيكسبوا من البرنامج ده هيعملوا مسلسل بطولتهم. فدي فرصة يعني مهمة جدا، وهتخلي بقى الوطن العربي كله يشوف ويتابع المواهب الجديدة دي. وعايز اقول لك ان هو يعني لما بتمنحي الثقة وبتدعمي الشباب الحقيقة بيفاجئوكي يعني بشكل كبير جدا اكتر. لا يعني ومعاهم مخرج كبير زي عمرو سلامه، اكيد اكيد هيعملوا شغل كبير قوي. بشكرك الاستاذ علي الكاشوتي رئيس قسم الفن بجريده اليوم السابع، كل الشكر ليك.